الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. سأدلف إلى الآية التي أريد أن أتكلم عليها مباشرة، وإن كان الكلام على موضوع الجزء أو الصورة أمر مهم، لكن عشان حضراتكم بتستعجلوا خلينا نتكلم مباشرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا أخوة، الآية نزلت في أجواء قتالية ومعركة، وفي متخلفين عن المعركة، والمعركة كان خارج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه، وكانت في حر شديد، وكذلك في وقت فيه جدب، يعني ما فيش رخاء ولا سعة عند الناس في الأرزاق ولا شيء. ومع هذا تخلف بعض الناس وأقدم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وذهبوا إلى هذه المعركة. لكن خلينا نعمل إسقاط على واقعنا الآن، لا معارك ولا غيره. أنت مطلوب منك 5 صلوات في اليوم، الله أعلم بحال كثير مننا ماذا يفعل فيه، يحطهم على بعض، ما يصليش الله في كل رمضان، وفي واحد ما يصليش الله في الجمعة، واحد ما يصليش الله ما يشوفوش الله يوم العيد. لا، أنا مش دخل بأنه أنا أشوف ولا ما أشوفوش، القضية في أنه هو الدين بتاعه دين موسمي. وربنا سبحانه وتعالى في الآية يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا. الإرادة هنا إرادة نية صادقة، فإن الإنسان يريد أن يستيقظ في الفجر فيأخذ بالأسباب، ينام مبكرا ويضبط المنبه ويعمل كل الاحتياطات لأنه هو يصلي الصبح. بعد ذلك مهما يحدث هو عمل الاحتياطات مع النية الصادقة، فالله عز وجل يعذره والله يأجره حتى لو ما صلاش تمام. إنما واحد لقي سهران لحد قبل الفجر بنص ساعة ويجي نايم، وبعد كده عايز تقول لي أنه هو راحت عليه نومة، ما راحتش عليه نومة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. طيب أمال اللي حصل؟ قال: ولكن كره الله بعاثهم. فيه ناس ربنا يا أخوة مش عايز، فيه ناس ربنا مش محتاج وجودها في الأماكن الشريفة المقدسة، مش محتاج وجودها في الأعمال الشريفة المطهرة، مش محتاج صدقاتها في الخير. فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، إنما القضية إن الله عز وجل صرفهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. يبقى التوفيق لم يصب، المعونة من الله سبحانه وتعالى في فعل الخير وفي الاستقامة على الطريق المستقيم لما كانتش حلفتهم. نتيجة ايه؟ انتبه، نتيجة ان هو نيته مش سليمة، مش ان الله عز وجل اعطى فلان عشان سواد عيونه ومنح فلان علشان شكله وحش. لا، القضية مش ان الله عز وجل بيوزع التوفيق والمعونة على سواد العيون. انتبه على النية الصادقة. إذا أحسنت نيتك، لو كنت إيه في الشكل ولا في الموضوع، عبد الله بن مسعود لو أبو جهل مسكه كان طبقه وحطه في جيبه. عبد الله بن مسعود حاجة نحيفة، جسد نحيل يعني كاد أن ينقرض، وأبو جهل مثل الجمل. لو هي العملية بالشكل ولا بالجسم كان يبقى أبو جهل نمرة واحد، وكان يبقى مكان سيدنا أبو بكر في الصديقية. سيدنا أبو بكر، أنت فاكر سيدنا أبو بكر كان أسد؟ ده الإعلام ما نقول لكم تصوير أو الميديا أو الدراما عفوا تنقل لكم تصورات وتخيلات لأبطال المسلمين على أنهم أشياء لا تتكرر، لكن والله هم كلهم كانوا أصحاب أمراض وتعبانين، ولكن اجتهد معنية صادقة، فالله سبحانه وتعالى أعانه والمعونة كانت على قدر التكليف، فلم يقصروا بحال. لذلك علمنا الله في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين.